ايه ها، ردود سريعه من الاسئله في الخاص، طبعا كثير جدا فغالبا ما ارد عليها صراحه، لكن احاول انزل تحت يعني للاسئله القديمه وادخل واشوف السؤال واجاوب عليه في العام اللي تعم الفائده بالنسبه اللي يبغاها. السؤال الاول، ليش تطلع اصوات اثناء الهدب؟ او وش الاصوات اللي تطلعها اثناء الهدب؟ ما الهدف منها؟ ما الغرض منها؟ ببساطه مجرد وناسه وتحميس للحصان، واحيانا اظهار مدى ثقه الحصان فيك، انك لما تسوي اصوات مربكه او غريبه على الحصان اذا كان عسيف ممكن يحوزك ينطلق. فمع بعض الخيل هو اثبات لمدى ثقتك بالحصان ومدى ثقه الحصان فيك، وبشكل عام مجرد وناسه وتحميس للحصان، زي بالضبط الحداء على الابل رفقا بالقوارير يا حندبه، او ما اتذكر اسم الشخص، لكنه احد الصحابه اثناء غزوه خيبر او تبوك، كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان رايحين لتبوك وكان النساء على الابل الهجن، وكان يحدو معروف بالحداء، فلما تحدو للابل تحمس، فقال رفقا بالقوارير. ما اتذكر اسمه حندبه، ما اتذكر اسمه بالضبط، واتوقع انه خال او عم سلمة بن الاكوع، احد اشهر الصحابه اللي كانوا من العدائين العرب، كان سريع جدا على الرجول يسبق الحصان. فمجرد وناسه وتحميس واظهار مدى ثقه الحصان فيك، بالذات اذا كان عسيف او حصان جديد لا اكثر ولا اقل، تقدر تسويه بعده الطرق، عباره عن نبره فقط، زي لما تحب شيء معين وتتحمس تقوم تصفر. سؤال ثاني عن موضوع حصان في تحمل، في المرحله الاولى ماشي زين، نبضه زين، ثم في اخر المرحله الثانيه بدون اي مقدمات يوقف الحصان يجي شد قوي جدا. عاده اصابه زي هاي تكون شد، ممكن طبعا تكون وتر او رمانه او حافر، لكن تكون مرئيه، لو كان وتر او رمانه او حافر يكون واضح، تلمس المكان اللي عوره يجذ على طول، لكن المتوقع تشدد، شدود في كتوف او حاركه او قطاته او ظهره، والسبب اتوقع التبريد. في نظري اكبر خطا يقعون فيه في التحمل التبريد على الحصان مويه بارده. طبعا صح انهم بيحركون الحصان يقاودون يجللون، بس تبريد جسم الحصان وهو حار بمويه ثلج طبيعي العضله تشد، يعني كثير من الناس يقول لك الحصان بيجلل بيقاود فعادي تبرد عليه مويه بارده، هذا كان غير صحيح نظري. تخيل انك تلعب كوره، اول ما خلصت كوره مباراه فرضا او طلعت مثلا في الدكه، كبوا عليك سطل فيه مويه بارده وثلج، هو صحي اللي كب عليك تستركف. مو صحيح ان المويه بارده صحيه، صحيه مع لاعبين في وضع معين تدخل في مكان معين، هذه حاله استثنائيه. اما انك تبرد على الحصان مويه بارده وثلج زي ما اغلب اهل خيل التحمل يسوونها، فقط لانهم ما يحسون باللي يحس فيه الحصان. طبعا صار يكون هل كانوا تعبان فيتحمل عادي. اللي يصير حتى لو عجب البرودة على راسه او عرقبته، لما تحط المويه على جسمه وكتوفه وقطعته، حتى لو قاودته حتى لو جللته، المويه البارده لما تلمس جسم حار تنكمش العضله. اتوقع حتى مع البشر. فاللي يصير انه حتى لو بردت على الحصان ثم حركته او جللته، يفضل التبريد على كتوفه وظهره بمويه دافيه. الراس ولو تار لابد مويه بارده لا شك فيها، لكن المكان فيه عضله خلاه دافيه. طبعا ما تكلم من ناحيه طبيه او شيء، تكلم من ناحيه فعليه، جربها بنفسك، انت خلصت من شيء معين متعب، عاده تبغى تروش مويه بارده ولا دافيه؟ تكمن الناحيه الطبيه المتعمقه، لابد تسال دكتور، بس قصدي الاشياء اللي انت عارف عليها، حط نفسك محل الحصان. تغسل وجهك راسك يدينك محل الوضوء فرضا عادي مويه بارده، بس مستحيل تتروش مويه بارده عاده، يعني اللي كان مهبول. فاللي يصير ان افضل ترويش الحصان مويه دافيه ثم تجليل وقوده، والتبريد على الاوتار والرقبه والراس مويه ثلج او مويه بارده عاديه. فمن ضمن اهم الاسباب ان الحصان تشدد بسبب المويه البارده والثلج. طب حركته جللته وما تشدد الا في اخر الشغل، نعم انكماش العضله ما تاثر الا في اخر الشغل. طبعا باخر السؤال، ان الحصان فيه شدود كثيره، نعم هذا قد يكون له دور بسبب تركيبته او ثقله او طريقه الركوب او عدم جهوزيته، كلها لها دور انك تخلي الحصان يتشدد زياده، يعني تشدد الحصان زياده عن اللزوم تدخل فيه عده اسباب، الارضيه لها دور، التركيبه لها دور، ثقل الحصان لها دور، تمرين الحصان لها دور، طريقه الركوب لها دور، والمويه زي ما قلنا لها دور. سؤال اخير، طبعا في كثير جدا بس احاول اكرر نفس العمليه مستقبلا، ان المسائل واجده جدا. فرس شائعة بس ترفض، أو مهرة معسوفة شائعة ترفض الفحل لما يجي شبيه الطقة، ما عندي صراحة خبرة في الشيعة بشكل واضح، لكن قد واجهت أمور زي هذه، تكون المهرة متعقدة، قد شبهها حصان بشكل خاطئ أو ربطوها بشكل خاطئ، فتصير حتى وهي شائعة تضرب. ثانيا الفحل نفسه له دور، بعض الخيل يحاول يعض ذكرت كل ما يشبه فيكررها في الموضوع. ثالثا كونها جديدة ممكن تشيع بس ميب عارفة تشبه طبيعي في البدايات. رابعا وهو أهم نقطة، الحصان نفسه في الطبيعة ما يجي شبيها من الطريق حتى لو كانت شائعة، يشمها من قدام ثم ياخذ وقته ثم يجيها ثم يعني ياخذ راحته في اعدادها للتشبيه. فاللي يصير لك لما تجي تربطها وتحاول تشبيها طبيعي تقاوم. فكل هذه لها اسباب في رفض ان الحصان يشبيها. عمرها له دور، غشامتها له دور، ان كان عندها عقده له دور، طبع الحصان له دور، اول مره تشبه له دور. فيفضل انك تخليه يشمها لين تجهز.
تبغى شرح مكثف عن النقطة هاي، لاحظ باليوتيوب اكتب أحمد هجل التشبيه، لاحظ مقطعين شبيت الفرسين فيها بحصاني تحكم تام بالحصان والفرس مين مربوط أبدا، شبهها بدون ما تربط. فالتشبيه الطبيعية وأن الحصان يعدها ولما تجهز هي بنفسها تعطيه قطاتها وترجع عليه يقوم يشبيه. اللي يصير في أغلب الخيل الشخص عنده فحل يشبيه عدة فراس، والله ما أنا بفاضي لك خلي فرسك تطق حصان يتعور، فيقومون يربطون الفرس، هذه الجري العادة اللي جرت، الفرس تربط وتلوش والحصان يجي يركبها. فاللي يصير الحصان يجيك متفلت ومتفرعم لأن الفرس قدام مربوط ضامن إنه بيشبي. فيصير لما تخلي الفرس تشبه بشكل طبيعي بدون حبال، الحصان ده مو بكفو يشبيها بدون حبال لأنه ما يشبي بأسلوب طبيعي، متعود إنها تكون مربطة له. فاللي يصير إن الخيل جرت العادة إنها لابد تربط الفرس وتلوش عشان يركبها الحصان يشبيه الحصان خوفاً على الفحول. فأصبحت عادة، ولا الأساس الخيف طبيعتها الحصان يشبيه درضت وافقت بدون تربيط بشكل طبيعي. فبعيدا عن الربط والتلويش اللي وعدنا ربنا يسوونه، لو أنا كنت محلك مش بسوي ببساطة الفرس من مخلي يشبيها إلا وهي جاهزة تماما شايعة تماما. ثانيا لما تصقل ما رح ربطها ولا رح تمسك الفرس، بمسك الفحل وخلي الفرس تجي تشم وتنحاش، تجي تشم وتنحاش ليه نفسها تجهز وترجع عليه. أو في وضعي أنا مثلا محصان أنا واثق فيه ثقة عمياء، فأفكه هو مسك الفرس بدون ما ربطها. لاحظ مقاطع باليوتيوب، في مقطع برضه جاي شبت الفرس بالشكل هذا، فكت الحصان مسك الفرس، لما يجي يقدر اوخر عنها اطرد بيديني اهجم عليه ينحاش ثم اعطيه فرصه يجي يشمشمها لين تجهز يشبيها، لو ضربت او سقلت يوخر عنها ثم يرجع. اللي يصير انك لما تربطها هو يتجرى زياده، تقوم تضطر تسقل زياده، فاما انك تغصبها على التشبيه عشان ما تسقل، او انك تخليها تسقل وهو يتفلت فيك ما تحكم فيه تقوم تكسره. الهدف اللي ابغاه اتحكم فيه وفيها واعطيها هي فرصه انها ما تشبع الا لما ترضى، واعطيه فرصه ياخذ راحته قبل التشبيه، تكون تشبيه طبيعي جدا.